مرحبا أمل مرقص، أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟ تمام، مبروك، بارك فيك. شكرا. إصدار جديد كمان برافقه فيديو كليب حلو مميز راح الناس تشوفه يوم الخميس. نحكي شوي عن هالأغنية ناس، تعاون بينك وبين فراس زرق. كل فنان وفنان بينبسط بهاي الولادة، أها. يعني جد توازي ولادة ابن أو بنت، لأنه بالذات لما بتكون تعبان عليها ومستنيها كتير وجاي من شغف ومن وضع اللي إحنا مشتاقين إنه نمارس عملنا شغلنا الفني. فناس كتبها ولحنها فراس، فاجأني فيها. من أين حفاجئك؟ أنا وصلت على بوسطن لعروض قبل سنة تقريبا، أها. وبالمطار فراس استقبلني، بدل ما نروح نتعشى وناكل ركاب أخذنا أوبر، رحنا على بيركلي، طلعني شي 5 طوابق إدراج وفوتنا على غرفة البيانو وقعد على البيانو عزف لي وغنى لي إياها. كثير انبسطت كثير، وهذا هيك عائلة الفنانين، يعني إنه في نوع من الفرح وفي نوع من الحماس الخاص، في نوع من الدفع بالعلاقة كمان حلو. المهنية. حتى في صورة أنا دغري نشرتها، يعني دغري صورت إنه هو عم بيعزف لي وعم نغني مع بعض، فانبسطت كثير وانتظرنا إصدارها. استنينا شوي لأنه كنا عم نفكر وبنهدف بدناش نصدر فقط أغنية واحدة، إحنا عندنا لسه مشروع لعدة أغاني مشروع قادمة. ألبوم نعم طبعا طبعا. بموضوعها والكلمات بتشوفي إنه ملائمين كتير للوضع اللي إحنا عايشينه، صح؟ صحيح، لأنه نقدر نكون فلسفيين شوي، أحيانا بنحس إنه الدنيا عم تتغير، في مش كتير عم تتغير، ولكن في إشي لا شك بالحياة الحديثة المعاصرة بميزوا عدة أشياء، وخاصة تحديدا في فترة الانتشار الوباء وكل ما يتعلق في الإعلام حول الوباء وكل ما يتعلق عن البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي مش معناته بعد عاطفي، احنا عم نرصد بعد عاطفي بالعائلة بالأحباب بالشراكة بالصداقات بالزمالة بالعمل. الناس كأنه بتفكر إذا ابتعدنا اجتماعيا معناته إذا نبتعد كمان فكريا أو روحيا أو عاطفيا. الأغنية بتحكي على هذا الموضوع مع إنها كتبت قبل الكورونا. نعم. هي كمان بتميز العصر الحديث، إحنا عايشين في نظام اللي بيفهموا بالاقتصاد بنسميه نظام رأسمالي. النظام الرأسمالي بيسلع كل شيء، بيعملوا كتير سلعة وأقل نواجه الأشياء ويلا ننسى أمورنا ننسى همومنا من خلال أشياء اللي هي على أرض الواقع مش عن جد بتنسينا الهموم ومش عن جد بتحل المشكلة، وإنما بنتنساها ونهرب لمحلات تاني فيها. هي على المراوحة بين الإشي الحلو وعكسه، الإشي اللي هو المفروض يكون الحب، الاستثمار في الحب، الاستثمار في العلاقات. كاتب الكلمة هو فراس مش أنا، فيمكن أكثر شخص ممكن يحكي عنه هو فراس أكثر مني، ولكن لا شك إن أنا تماهيت مع هذه الكلمات، ناسبتني، خاصة أنه هي روح أغنية، يعني الكلام موزون، الكلام بيجي إله لازمي، إله بيت بنعاد وبرجع، فيه لوب معين تشبه لوب الحياة تبعتنا. أمل، شو رأيك نسمع مقطع ونسمع المستمعين مقطع؟ خدود تتكي عخدود. شيء مؤثر لما الأغنية بتطلع من بين إيدين الفنان وبتنطلق، يعني كأنك عم تسمعها على الهواء. صحيح. كيف حاسي طيب؟ عندي توتر عالي مثل قبل أي شيء بده ينتج، كتير يعني مش بسيط الشعور، ممزوج دائما في توتر، أنا شخص قلق، بدي أشق طريق دائما مجددا بضمن كثافة هائلة هائلة جدا من الأخبار، من الأعمال الفنية أو الإنتاجات أو النمط الجديد اللي هو كتير متسارع. طيب بتشوفي انه جددتي بكلمات والحان هالاسلوب الجديد اللي بقدمه فراس؟ انه نعم هنالك تجديد معين، بعرفش كمان اذا صح نستعمل بالموسيقى كلمه تجديد، يعني احنا ما بنعرف، ممكن ما سمعناك قبل بهاللون، ممكن تبع على جانر لمذهب موسيقي عريق جدا قديم جدا اللي هو جاز البلد. اكيد، بس بحكي على امل بالتحديد، يعني ما سمعناك. اكيد تنساش انه اللي كتب فراس، ولكن فراس ايضا لحن اجمل البحار وكتب كلمات سورو كاتشي جيفارا نفس الشاب. هون في رؤيه جديده، في إشي اكثر صحيح معاصر باللحن، وايضا بفكر في طرح فني جديد جميل. وبالكلام كمان تقريبا ممكن تعرفني انت انه انا مش شخص لما ببدا يشتغل موسيقى او يعمل البومه او اغاني بروحش للبعد انه لمين بدي ابيع، انا بفكر بكل الناس لما بغني، حتى الطفل حتى الكبير، وبوجهش فني بطريقه اللي يعني توصل فقط لشريحه معينه، هذه طريقه تفكير عندي كل الوقت. فيديو كليب طبيعي كمان جدا، بتصرفي بتلقائيه، احكي لنا شوي عن ظروفه. الفيديو كليب بسيط، فكرنا انه ما بدناش نفسر الاغنيه بتمثيل، ما بدنا نجيب ممثلين او انا امثل ونروح للوكيشن، نبدا نفسر كلمات الاغنيه بقصه معينه، لانه هذا بقيد التفكير تبع المستمع بالاغنيه. وممكن بشوش كمان ممكن يزيح الفكره، وانا كثير بحب على فكره بحب انه
الأغنية توصل كيف هي تسجلت. يعني أنا سجلتها في استوديو دافي وحلو كنت مرتاحة فيه كتير، فتم التصوير بكاميرتين، كان فراس روبي على التصوير، فنان فراس روبي اللي كتب كبر القلب بس طبعا. كمان هو درس الإخراج والتصوير، وسعيد الكلوش برسلهم تحيات. بعدين أعطيناه للفنان إلي رزق حتى يعمل المونتاج والألوان. أنا لازم أكون صريحة مع الجمهور ومعاك، أنا شخص مش مدعوم من شركات، عملنا إشي بجودي لكنه مش مستثمر فيه كتير أموال، لأنه كمان تعال نكون صريحين، إحنا في جو كورونا الفنانين عاطلين عن العمل كلياتنا، ما عنا عروض السنة، هذه مهنتنا، إحنا ما عنا تمويل إمكانيات بالضبط. أنت بتعرف إنه إحنا عايشين في بلاد لا عنا شركات تدعمنا، هي ولا بالعالم العربي ولا بالعالم الغربي، فأنا صح. كنت واقعية عقد فراشي مدد إجرائي. بس هذا ما بمنع، يعني زمان كنا نلاحظ إنه الفنانين بدهن إنتاج كبير ضخم عشان يلفتوا الأنظار. مش لأنه بالإمكان أنت توصل الهدف بدون أكثر من اللي بده كتير يفرج عضلات وكتير يستثمر وكتير يحط ألوان وناس وتصوير ودنيا، بالآخر هو عم يعني بحاول يغطي على إشي اللي بيقدرش يوقف يطلع بالكاميرا ويغني أو يوقف ورا الميكروفون ويوصل لقلب الناس بدون كتير نقول ضجيج كتير. أنا كنت واقعي وأنا عم بكون شفافة معكم مع المستمعين ومع الكل إنه إحنا بنشتغل بالمقدرات تبعتنا. إذا انتبهت أنا تقريبا ما عنديش كتير فيديو كليبات لأنه أنا بنتج أغنياتي، فصعب كمان أنتج الفيديو كليبات. وياريت بدها ميزانية تانية هاي لحالها، بدها ميزانية، ولكن الأكيد أنه إحنا بعصر اللي لازم الأغنية تكون مصورة وهذا إشي جميل وأنا بحب هذا الإشي كتير. شفت كمان بنهاية الكليب في تعامل مع أكثر من فنان من أكثر من بلد، هذا الجميل بهاي الأغنية. شو بضيف للأغنية طيب رأيك؟ أممية، إشي أونيفرسال، إشي أونيفرسال. الحلو يعني إنه العمل تم بعدة أماكن في العالم، طبعاً فراس كان بنيويورك أشرف على الإنتاج وعلى التسجيل، آلات عزفت في موسكو، في نيويورك، في روما، في لوس أنجلوس، في حيفا، وفي لشبونة وبوغوتا. الإنتاج الصوت والميكس كان في كولومبيا، وغنائي كان في الجليل. كل هاي الناس اجتمعت كل واحد في بلده وسجل وبعته تراكس من عمل الميكس، وبالآخر الأغنية وصلت على وين أنا بسجل في الجليل، سجلت وهيك انتجت الأغنية. فراس كان على الزوم يراقب التسجيل. هالأغنية ضمن أغاني الألبوم اللي عم بتحضريه؟ لأنه أنا بتابع كمان أمل، دائما عندك مشاريع مشتركة مع فنانين، فالألبوم شو رح يكون فيه؟ إحنا بصدد طبعاً ننتج كمان أغنيات، ففي أغنيات اللي هي كتبت ولحنت هذا العام والعام الفائت، منها ايضا باللهجه الفلسطينيه المحكيه، منها باللغه الفصحى لشعراء فلسطين، لكن الغالبيه العظمى رح تكون كلمات والحان فراس. هنالك تجديد لاغنيه كثير انا بحبها بس مش كفر، يعني الناس بتعرفهاش او قسم من جيلي يمكن يعرفها، بس كلامها كانه انكتب عن هاي الفتره. فمثل في اغنيه اسمها هويه، في قصيده انا من هنا، في اعود اليكي، اغنيات اللي اشتغلنا عليها سكيتسا واسا صار للتوزيع ورح يتم تسجيلهم وتصوير قسم كبير منهم ايضا. حلو. بالفتره القريبه بتمنى انه من لاخر السنه يكون في كمان اغنيتين اذا نجحنا، اذا لا مطلع العام لاتجاه للالبوم. شفناكي بالمظاهرات وطبعا الوضع ما تغير من وقت لليوم، العكس صار أسوأ. فشو رح يكون الخطوات من ناحيتك من ناحيه الفنانين؟ طلع في شيء في واقع لازم نلتزم فيه، هو واقع انه بدنا نبدا نحدث تغيير في طريقه عملنا شوي مناسب الظروف الحاليه، ولكن إذا بدأ وشو شك يمكن يزعلوا الناس، أنا حاب أعمل عصيان مدني في إشي غير مش قادرة أصدقه. أنا بعرف إن بأوروبا رجعت الناس على المسارح، سمعت مقابلات مع فنانين عم بيغنوا وبعزفوا لأنه في عندهم ثقة في وزارة الثقافة الألمانية مثلا، في عروض إيطاليا رجعت. ليش هالقد عم بتضيقوا على الفنانين والفن؟ ليش هالقد أجلتوا عودتنا للعمل؟ هذا السؤال أطلقناه بالحراك ودائما نطلقه. الناس حاليا عم تتعامل، الناس وقتها شفت تفاعلت معك وبس اسا وكأنه رجعتوا الفنانين من نقطة الصفر. في كتير أسباب لهذا الموضوع، بفكر إنه في تخدير للناس، الناس على السوشيال ميديا والناس بتفكر إنه الفن بوصلين على صنية مقدمة، بنحضر نفتح نحضر الفيديو هذا نحضر الفيسبوك هذا. الناس لازم تنتبه برأيي بضمن أنا إنه أحيانا أنا بغلق السوشيال ميديا وبفتح موسيقى وبسمع موسيقى، بصيرش العالم يكون على الآيفون، في برا أنا لسه بتطلع في برا الدنيا، في حياة، بصيرش إحنا ننسى الحياة، في حياة موجودة، الشجر بعده بيطلع، الشمس والقمر والبحر والناس والجيران والعلاقات بس للأسف كمان في كورونا. وانت بتخيلي عشتي هالفترة الصعبة هاي الكورونا مع الوالد؟ نعم. بس كمان فشو الحلول ممكن نحكي؟ يعني بنفس الوقت واحد بخاف، بنفس الوقت ما فيش فن بالمرة وما حداش سائل فيكو. انا مش خايفة، انا شخص بخافش، انا باخذ الحيطة بدير بالي، ولكن بضلني مستمرة ان اطلع ان في حياة لازم تستمر بشكل طبيعي قدر المستطاع.
في وسائل الإنسان يحفظ مناعته، في وسائل. أنا بشوف إنه تقوية المناعة بتيجي كتير من خلال العلاقات الإنسانية، خلال الدعم المتبادل، من خلال إنك تلتقي بالناس، حتى لو مثلاً كانت الوالدة مريضة أو أي شخص مريض بإمكانك أنت تلتقي فيهم، في كتير أساليب تحكي معهم وتكون معهم بعلاقة. تقوية المناعة كتير مهمة. الفن بقوي المناعة، هذا إشي أنا بأكد عليه. لا شك إنه إحنا بمرحلة تاريخية، في أشياء عم بتصير أكبر مننا، هي مش فقط الوباء، وإنما من يقود هذا العالم عم بيقرر أشياء معينة لفائدة تجارية معينة. إسا كل شيء زاد نقص. أنا بفكر إنه في مبالغة، يعني الحذر مهم لكن المبالغة. وبتقولي في حلول كمان لعودتكم، يعني هذا أهم إشي ممكن إنه في حلول. أنا بفكر إنه طلع بالإمكان الواحد يغني بكل محل، يعني الفن مش محتاج لناس بس تقوله اطلع غني. يعني أنا متأكدة إنه جمهورنا إذا إحنا أخذنا خطوات بدرنا وطلعنا غنينا رح تيجي الناس تحضرنا. لما كنا بمظاهرة حيفا في الحراك كان في مسرح وكان في منصة وطلعنا غنينا وكان في 500 إنسان، ليش الشرطة سمحت أنه نغني ساعتها وببينش أنه عم نعمل عم ننشر وباء؟ كنا مع الكمامات، الجمهور كان مع كمامات، الناس غنت وعزفت. فهذا الإشي ممكن، بعتقد لازم ترجع المطالبة. صحيح. أنا كثير مشتاقة ألتقي بالجمهور في المسارح في القاعات، وكمان بنفع في الساحات بالإمكان أنه نجد هذه الحلول. وعلى فكرة يعني أنه مفروض أن الحراك الفن الاحتجاجي يعاود يطرح طروحات مجددي لرفع صوت الفنانين، ولكن هذا كمان بتطلب أنه يكون في شغف عند باقي الفنانين وتعاون في الموضوع. أمل مرقس، شكرا لإليك، منالك النجاح مع الأغنية وبكل المشاريع. شكرا، بتمنى تحبوها وتسمعوها وتفوتوا على يوم الخميس. قلت لي راح تكون وين، بأي مواقع؟ على موقع، على أمل مرقس أوفيشال يوتيوب راح ننزلها هناك. وعليكم عزيمة تعملوا سبسكرايب، وعليكم عزيمة تتابعوها نسمع رأيكم، وإن شاء الله نسمعها بالحفلات. أكيد إن شاء الله قريبا جدا. تسلم، شكرا لك، شكرا لك، إلى اللقاء. شكرا مستمعين، باي باي. إلى اللقاء.